اهلا وسهلا بالصغار، حلوين القصص هيك وبقرا شوي منهم وبخبركم. شوفوا اوقات الصغار افهم من الكبار، ما ننتبه له. المعلمة عم تحكي عن الحوت، انه الحوت كيف بلع للرجال للانسان ليونان وهيك ما بينبلع. قالت لنبلع هيك مكتوب بالانجيل وبينبلع. قالت لها شو عرفيك؟ قالت لها مكتوب هيك وما بيكذب الله، وانا بكره بسموت واطلع على السما بسالك الله والمسيح كيف. سالي عمره 5 سنين. قالت لها طيب بسمت تنقول تنشوف يعني انه انت بدك تروحي على السما ما هيك، بركي جون هيدا اللي فات ما راح على السما، كيف بدك تسالي يوني راح جهنم كيف بدنا نعرف؟ قالت لها ساعتها انت بتسالي. فهمت بنت انت اللي بتروحي على جهنم. نعم. هالوقت لجونا وينت تو هيل، شو بتعملك؟ انت سالي. دايما بالمدارس مطرح ما في حضانه الاولاد كثير صغار قاعدين عم بيصوروا تصوير هيك الاولاد. انت شو عم بتصور؟ قالت لها انا عم صور الله. قالت لها بعد ما حدا صور الله. قالت لها بس انطريني لخلص، انا ما خلصت الصوره. نتركهم يعني براءتهم حلوه كثير. قال في نهار الاحد بيعلموا الوصايا العشره. قالت له انت شو هي الوصيه اللي بتقولوها لاخوتك بالبيت؟ قال لها لا تقتل، دونت كيل، لأنه هنو بيقبروا بعضهم بالبيت. كل واحد بيشوف مثل ما هني بدون شو بيشوفوا. في بنت قال قاعدة هيك صغيرة وعم تسألها ماما ليش هيك في شعرات بيض بشعرك؟ قالت لها كل ما بتعذبيني بيطلع لي شعرة بيضة. قالت لها فإذا التيتا ليش شعراتها كلهم بيض؟ بريئين الأطفال، يعني إدا أنت عم بتعذبها. يس تعالوا تنتصور كلنا. المعلمة قالت إجوا هالولاد الصغار وتصوروا. قالت المعلمة شوفوا بكرة بعد كم سنة سالي بتكون طبيبة مهمة هون، وأنت محامي هون، وأنت هيك. وسالي قالت لو أنت بتكوني صرتي بالقبر تعرفك شو بده يصير فيهم يعني. ايش البلاد المعلمة عم بتقول الجسم كيف بيمشي فينا هيك دم. هلا انا راسي اذا نام على راسي بيحمر كثير، ليه؟ بينزل كل الدم على الراس. فاذا انا واقفة على اجري ليش ما بينزل كل الدم على اجريه؟ شو القصة؟ قال لأنه راسك فاضي. قال المعلم كل واحد بيعرف حاله مسطول يوقف. كلهم قعدوا، قام واحد وقف قال له ليش وقفت؟ قال له ما بدي اياك تضلك واقف وحدك.